وإلى جولة مع أخبار الأهلي بالصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يحسم موقف المدينة الرياضية والاستاد الجديد الأربعاء المقبل. الأخبار البدري، الحديث عن حسم لقب الدوري سابق لأوانه. الوفد، محمود الخطيب يطير إلى ألمانيا. الشروق، عبد الحفيظ، ملف تجديد فتحي وسعيد لا يزال مفتوحا. اليوم السابع، البدري يستكشف منافسي الأهلي في دوري الأبطال من الجابون. فيتو، مجلس إدارة الأهلي يجتمع الأربعاء بمدينة نصر. الوطن سبورت، البدري قبل مواجهة المقاولون، أتمنى استمرار اللاعبين بنفس المستوى. في الجول، ربيعة، الأهلي لا يقف على أحد، أزارو يمكنه اللعب كمدافع. يورو سبورت عربية، الأهلي يحسم مصير عمرو جمال في الموسم المقبل. الأهلي.com، وزير الشباب والرياضة لا مانع من إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بحضور الجمهور. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، 6 فبراير عام 2009 توج النادي الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على الصفاقس التونسي بهدفين مقابل هدف، وأقيمت المباراة على استاد القاهرة، وأحرز هدفي الأهلي المهاجم الأنغولي فلافيو في الدقائق 46 و71 ليتوج الأهلي بطلا للسوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه. زي النهاردة 6 فبراير 2014 حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز، وسجل هدف الأهلي عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 66. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.